مشاهدينا الأعزاء وكل متابعي ومحبي برنامج نكهة خاصة داخل وخارج حدود الوطن، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نكهة خاصة. الليلة إن شاء الله حنشتغل فطيرة كرات اللحم أو فطيرة الكفتة، وحنشتغل أومليت الشوفان، وحنشتغل الحلا كاسات الباونتي. حنبدأ إن شاء الله بأول طبق اللي هو فطيرة كرات اللحم. حتطلعوا تشوفوا المكونات وترجعوا تشوفوا معي طريقة العمل. طيب بالنسبة لفطيرة الكفتة أو فطيرة كرات اللحم، أول خطوة عندي بجهز عجنة بتاعة فطاير، والخطوة الثانية بجهز كفتة عادية، بس الكفتة هعملها شكل بتاع كرات، ما هنعملها أصابع، هنعملها كرات. فحوصف لكم حتى يعني مع أنه كلنا بنعرف نعمل كفتة وكلنا بنعرف نعمل نعجن فطاير، لكن برضو حوصف عجنة الفطاير وحوصف طريقة عمل الكفتة، وبعد ذلك حتشوفوا معي باقي الخطوات. طيب بالنسبة للفطيرة بتاعتي، بجيب كوباية بتاعة موية، كوب معياري، لما أقول كوب معناها كوب معياري، كوباية موية عليها ملعقة كبيرة من السكر، عليها ملعقة كبيرة من الخميرة، عليها ربع كوباية من الزبادي، عليها ربع كوباية من الزيت، عليها بيضة واحدة ورشة بتاعة ملح. بعجن الحاجات دي كلها مع بعض بالدقيق المخصص للفطاير، ما بستخدم الدقيق المخصص للكيك والبسكويت لأنه ممكن ينشف معي الفطيرة بتاعتي، فبتستخدمي ياتو الدقيق المخصص للمعجنات والفطاير. حتعجني لحد ما تتحصلي على قوام يكون طري، يعني القوام يكون طري وكمان ما تكون طريه شديد، يعني تكون شايله روحها، شايفين ما قاعده هسه ما قاعده تلصق شديد، لكن في نفس الوقت القوام يكون طري. نعجنها نخليها تتخمر تاخذ راحتها في التخمير، نخدها في حته دافيه ونكون مغطينها عشان الطبقة الخارجية منها ما تقوم تنشف معي. انتهينا من قصة عجينة الفطاير، نجي للكفتة. تجيبي لحمة مفرومة تديها بهاراتك اللي انت حباها، فلفل، كزبرة، كل البهارات اللي انت متعودة تستخدميها، عليها ثوم، ممكن بصلة مبشورة ناعم، عليها بيضة، عليها ملعقتين ثلاثة من البوكسومات، تعجنين مع بعض، وطبعا الملح، وما تكتري الملح لأنه الكفتة حساسة شديد، أقل زيادة في الملح بتخريبها وما حتقدري تعالجيها تاني. فبعد ما زبطتي العجينة حقتك حتكوري الكفتة بتاعتك لكور صغيرة بالحجم ده، وحتحمر شوية كده، حتحمريها. بعدين برضو أنا اديتها بقدونس، ممكن تديها بقدونس، تديها شبت براحتك. حمريها لحد ما تستوي، في الأول النار تكون عالية، بعد ذاك تهدي النار عشان ما تقوم تتحمر من برا ومن جوا تكون نية. فده كل ما يخص الكفتة والعجينة حقتي بتاعة الفطاير. الخطوة اللي بعدين حعمل شنو؟ حأجيب أي قالب متوفر عندي، فحأشيل كورة من العجينة بتاعتي وحأفتحها كده في يدي، وفي نصها حأخذ الكفتة بتاعتي وحأقفل عليها العجينة. القالب بتاعي أكون ماسحاه بمسحة خفيفة من الزيت، يعني في النهاية بكل شكلها زي شنو؟ بكل شكلها كده زي خلية النحل تقريبا. حنعملها كلها كده لحد ما نملى كل القالب بتاعنا.
هأشيل حتة من العجينة أفتحها في يدي، يعني ممكن كمان ما تلصقيها في بعض شديد، شوية خليها مفرقة وأديها قبل، يعني بعد تقفل القالب كله يكون في فرقات بسيطة، خليها شوية زي 10 دقائق ترتاح، حتلقيها اتقفلت معاكي تماما قبل ما تدخليها الفرن. كمان أول مما تدخل الفرن بيبتدي تاني حجمها يزيد، بتلقيها تقفل كلها تقفلت وبقت ملاصقة لبعض. فأنا هسي يعني ما حعمل القالب ده كله عشان الزمن بتاعي ما حيكفي، لكن ممكن أعمل آخر واحدة. انت طبعا هتعملي شنو؟ هتعملي الطبقة الخارجية قفلت، هتعملي الطبقة من جوا لحد ما تقفلي القالب كله بتاعك. بعد ما قفلتي القالب هتعملي شنو؟ هتشيليها تدخليها الفرن لحد ما تستوي، ما هتلمعيها ما تعملي ليها أي حاجة. تمام، ممكن أعمل واحدة تاني، تخليها تدخليها الفرن لحد ما تستوي تماما، بعد ذاك حتطلعيها من الفرن و حتقومي حتعملي حاجة. أنا هسي حأوريكي حتعملي شنو. طيب ده حنخده هنا، ده يفترض إننا نملاه تماما وندخل الفرن يستوي. أنا هسي عندي واحد جاهز، اللي هو حيطلع معاي من الفرن بالشكل ده. طيب هعمل شنو بعد ده؟ هاجيب وعاء وهاجيب الملعقة، فرشة السيليكون. طيب هاشيل ملعقة من الصلصة، ملعقة واحدة ما أكتر، وملعقة من الزبادي، وعليهم 3 ملاعق كبيرة من الزيت. ملعقة من الصلصة، ملعقة من الزبادي، وعليهم 3 ملاعق كبيرة من الزيت. ده الصوص بتاعي اللي أنا حلمع بيه الفطيرة حقتي. ما عملت قبل، وأنا قبل ما أدخل الفرن ما عملت بياض صفار بيض، ما عملت أي نوع من التلميع، ما عملت أي حاجة، بس كورتها وخليتها ارتاحت زي 10 دقائق. بعد ذلك دخلتها على الفرن بتاعي الساخن لحد ما استوت، مرقت معي بالشكل ده. طيب هعمل شنو؟ بعد ما جهزت الخليط بتاعي هأجيب فرشة السيليكون حقتي، وحأشيل من الخليط ضيع، وحألمع في الفطاير حقتي من فوق، حتديني طراوة وحتديني طعم وحتديني لون جميل ولمع. ألمع كل الفطاير حقتي باستخدام فرشة السيليكون، وعندي كمان بقدونس مفروم ناعم، أعمل رشات بسيطة. والفرن بتاعي ساخن، لأنه تاني هأرجعها الفرن وهأشيل الموزاريلا أو الشيدر، أي حاجة بس الحاجة المتوفرة عندك.
حنوزعها، يعني ما ضروري تكون كمية كبيرة، ممكن يعني حتى لو حاجة بسيطة، كمية الموزاريلا بسيطة يعني، بس المهم يعني تديك كده الشكل الحلو. خلاص كده الطاجن بتاعي جاهز، حامشي بيه الفرن في درجة حرارة 200. الفرن بتاعي يكون حار مسبق، حاخدتها في الشبك الف النص لحد بس ما الموزاريلا حقتي تسيح، لانه هي اساسا اوريدي مستويه. لحد ما الموزاريلا بتاعتي تسيح ممكن نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل. مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. كنتوا معانا لحد ما عملنا فطيره الكفته او فطيره كرات اللحم، ظبطناها ورشينا عليها، عملنا عليها الصوص بتاع الزبادي مع الصلصه مع الزيت، ومسحناها بفرشه السيليكون ورشينا بقدونس ورشينا موزاريلا ورجعناها الفرن عشان الموزاريلا بتاعتنا تسيح معانا، ولسه الطاجن حقنا جوا الفرن ما طلع. فهسي حندخل عليه طبقنا بتاع الحلا اللي هو كاسات الباونتي، حتطلعوا تشوفوا المكونات وترجعوا تشوفوا معي طريقة العمل. طيب بالنسبة لكاسات الباونتي، انتوا هسي واحنا شغالين حتفهموا التسمية، سر التسمية جاء من وين. فأول خطوة عندي هنا، عندي كوبايتين من الحليب، حأنزل عليهم بالسكر بتاعي أول حاجة، اللي هو ملعقتين كبار من السكر، يعني قصاد كل كوباية من الحليب قصاد ملعقة كبيرة من السكر. واثنين ملعقة كبيرة من النشا برضو قصاد كل كوباية ملعقة كبيرة من النشا. برضو لو حابة ممكن تضيفي فانيليا، وعندنا شوكولاتة بيضاء تقريبا يعني للكوبايتين ما يعادل 3 ملاعق أو 3 قطع صغيرة. قبل ما أضيف الشوكولاتة أنا هحرك شوية عشان أدوب النشا بتاعي. اللبن معاه السكر معاه النشا، حندوبهم مع بعض وحأرفعهم على النار. دي أول خطوة عندي في الحلق بتاعي.
طيب بعد ده، بعد ما دوبتها النشا مع السكر مع الحليب، هانزل بالشوكولاتة بتاعتي، شوكولاتة بيضاء. وعندي كمان زبدة، وعندي حليب محلى مكثف. الزبدة تقريبا للكوبين، ممكن أضيف ملعقة كبيرة من الزبدة، ممكن هسي وممكن بعدين في الآخر، لكن أنا هسي أفضل لي عشان الحاجات كلها أكسب الزمن بتاعي وحاجاتي كلها أخلص منها مع بعض. بعد ذاك عندي أهم مكون في الحلى بتاعي اللي هو جوز الهند، وده السر بتاع التسمية بتاعت كاسات الباونتي. ليه؟ لأنه فيها كمية كبيرة من جوز الهند. قصاد كل كوباية من الحليب هأعمل ملعقتين كبار من جوز الهند. هسي أنا عندي كوبايتين، معناها هأعمل 4 ملاعق كبيرة جوز هند. عندي تاني حليب محلى مكثف مع الكوبين، هأعمل ربع كوب من الحليب المحلى المكثف. ممكن الحليب المحلى المكثف والزبدة تضيفوهم في الآخر بعد ما الحاجات كلها تبتدي تغلي معي، ممكن من الأول ما في مشكلة. هأكون قريبة من الخليط بتاعي وهأكون بحرك فيه باستمرار لأنه فيه نشا، فممكن يقوم يكردم معاي أو تحصل معي حاجات كده أنا ما يعني حاجات ما جميلة، فتفادي اللي كده هأكون أنا قريبة وبكون طوالي أول بأول بدوب في المكونات حقتي. طيب نجي للطبقة الثانية، ده بالنسبة للطبقة الأولى. نجي للطبقة الثانية اللي هي عبارة عن شنو؟ لأنه لو أنتم ملاحظين نحن دائما في الحلى بتاع الباونتي نلقى شنو؟ نلقى من جوا الطبقة جوا دي لونها أبيض، فيها جوز هند ولونها أبيض. من برا بيكون شنو؟ الطبقة بتاعت شوكولاتة كده، فبيكون لونها بني. فعشان كده هي اسمها كاسات الباونتي، لأنه فيها طبقتين، الطبقة تحت فيها كمية من جوز الهند، والطبقة الفوق يفترض إنه يكون كمان برضو لونها بني. طيب هنعمل شنو؟ عندي كوباية من الحليب، يعني لو انتم ملاحظين يعني هنا شدة جوز الهند ما كثير، لما يعني بتحسوه كده حتى بعدين في الأكل الطبقة دي البيضة دي يعني الزول بحس إنه جوز الهندي كده ظاهر. فحتى يعني إذا حبيت ممكن قصاد كل كوب تعملي 3 ملاعق، لو حبيت تزيد الكمية ممكن براحتك. طيب نرجع للطبقة البنية، قلنا عندي كوباية من الحليب، هأديها ملعقة كبيرة من السكر، وهأديها كاكاو. ممكن يعني إذا ما عندك شوكولاتة ممكن تكتفي بكاكاو ومعاه حبة نشا عشان تدي قوام، أو إذا كمية الشوكولاتة حقتك بسيطة. أنا هسي هأدي ملعقتين. أنت الكاكاو بتضيفيه شنو؟ يعني أنا ما بقدر أقول لك ملعقة ولا ملعقتين. ليه؟ لأنه حسب نوع الكاكاو بتاعك، فيه أنواع من الكاكاو بتكون خفيفة وفي أنواع بتكون يعني بتكون قوية، يعني بمجرد ما إنه أنا أضيف ملعقة بلقى اللون بتاعي زبط. فأنتي الكمية حقتك حسب شنو؟ حسب تضيفي، حسب ما تتحصلي على اللون اللي أنتي دايرة. يعني أضيفي ملعقة حسيتي إنه خلاص الموضوع ده اللون اللي أنتي دايرة وخلاص اكتفي به كده، حسيتي إنه اللون لسه فاتح أضيفي تاني ملعقة أو أضيفي نص ملعقة وشوفي. المهم دي حاجة أنتي بتتحكمي فيها. هأضيف لأنه أنا عاملة هنا كوباية حليب، معناها هأضيف ملعقة من النشا، أو يعني ما تكون مليانة لأنه عندي شوكولاتة، شوكولاتة ذاتها مع الحليب تديني غوام. يعني حاجة بسيطة، يعني أنا شايفين كده هزيت يعني يعني ممكن نقول ملعقة إلا ربع من النشا، لأنه أنا ما عايزاها يعني ما عايزة يجيني يعني تجيني تقيلة شديد، يعني أنا عايزة إنه يعني شوية الغوام يكون حاجة خفيفة، يعني ما دايرة تكون زي المهلبية. طيب عملت شنو؟ كوباية من الحليب عليها كوباية إلا ربع من النشا،
عشان تديني قوام، لأن الشوكولاتة بتاعتي بسيطة، عليها ملعقة ونص تقريبا من الكاكاو أو ملعقتين، قلنا حسب قوة الكاكاو بتاعك وتعمل حسابك. لو الكاكاو بتاعك قوي وأضفت منه كمية حيبقى طعم الخليط ده مر، فإلا تكشحيه وما حينفع. عشان كده انتي تكوني عاملة حسابك، تذوقي وتشوفي حاصل شنو كل مرة وكده وتزيدي على كده، على يعني ضوء انت مع كل ما تتزوغي على ضوء الحاجه دي انت تشوفي تحكمي انت دايره تعمل شنو. هنا زي ما قلت لكم كل شويه هبتدي احرك، هنا حولع النار على الطبقه تحت الثانيه، وانا مدوبة الكاكاو بتاعي مع النشا. برضو حاكون واقفة جنبهم لأنه برضو فيه نشا عشان برضو ما يعمل معاي كلاكي. وهنا برضو هنحرك باستمرار لحد ما الشوكولاتة بتاعتي تدوب والخليط بتاعي يبتدي يغلي. هنا برضو كمان في الطبقة الثانية هأضيف زبدة، حاجة بسيطة. ممكن إذا عندك قناش الطبقة الثانية دي ممكن تستخدمي، أعملي قناش عادي يعني إذا ما حبيتي تعملي حليب وشوكولاتة وكاكاو ونشا بسيط زي ما أنا عملتها، ممكن تعملي شنو، ممكن تعملي القناش العادي بتاع الشوكولاتة. خلاص هنا كمان الطبقة الأولى حقتي ابتدت تغلي، خلاص كده الطبقة حقتي الأولى جاهزة. ممكن استفيد هنا من المضرب بتاعي عشان احرك به الطبقة الثانية. طيب حعمل شنو؟ طوالي بمجرد ما اني قفلت منها النار حاجيب الكمشة حقتي هنا، برضو الفرن كمان خلاص اتحمرت. طيب هجيب الكاس بتاعي وهبتدي اغرف من الطبقة الاولى، ما تملي الكاس بتاعك للنهاية، هتخلي مسافة بسيطة عشان تقدري تضيفي فيه الطبقة، تقدري تضيفي من الطبقة الثانية، خلي حاجة بسيطة. هنا كمان تقريبا الطبقة حقتي شبه جاهزة، بس عندي شوكولاتة حاجة بسيطة ما ساحت، استنيها تذوب. طيب هوريكم شكلها كيف بيكون. بعد ما عملتي الطبقة الأولى هتجي الطبقة الثانية اللي هي هسه في النار دي، اللي هي عبارة عن زي ما قلت لك عبارة عن كوباية من الحليب وملعقة إلا ربع من النشا وعليها سكر ملعقة وعليها شوكولاتة برضو زي ملعقة أو قطعة صغيرة وعليها حاجة بسيطة من الزبدة. خلاص كده الطبقة حقتي جاهزة، هأشيلها ده شكلها كده. الطبقة التحت البيضة طوالي من فوق هبتدي أضيف الطبقة البنية، يفترض إنه أخلي الطبقة البيضة دي شوية في التلاجة تتماسك حتى بعدين أجي أضيف الطبقة البنية من فوق. وبعد حتى ما نضيف الطبقة البنية بتاعتنا يفترض أجيب أدخلها برضو التلاجة تتماسك شوية، أجيب شوكولاتة باونتي أقوم أقطع على قطع وأبتدي أزين بها من فوق مع قطعة بتاعة نعناع، وأشيل حاجة بسيطة يعني شفتوا أقل أقول لك شنو، بس كده براس صباعك
رشه خفيفه من جوز الهند، ما تعملي جوز الهند كثير، حاجه بسيطه وتقدميه عليه كده، لكن هو حار والطبقه الفوق دي لسه ساخنه، ما تعملي التزيين بتاع الشوكولاته ده لانه حيسيح لكي الشوكولاته حقتك. هتشيليها تدخليها الثلاجه تتماسك وزينيها زي ما انا عملتها، وبالعافيه عليكم. في الاثناء دي حنطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل. مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بكم مره ثاني بعد الفاصل. كنت معانا لحد ما عملنا طاجين الفطيره الكفته او فطيره كرات اللحم، وعملنا كمان الحلى بتاعنا اللي هو كاسات الباونتي. بعد ده خلاص حندخل عليه طبقنا الاخير اللي هو اومليت الشوفان. حتطلع تشوف المكونات وترجع تشوفوا معي طريقه العمل. أول خطوة عندي في أومليت الشوفان، طبعاً يا جماعة دي معروف وجبة بتاع الدايت، وجبة صحية، فيعني ما شاء الله للناس اللي عندهم مشاكل في الصحة، الناس اللي بحبوا ينزلوا وزنهم يعملوا البيض بالشوفان دي، بجد حتنفعهم. طيب أول خطوة عندي، عندي ملعقتين كبار من الشوفان، عليهم ربع كوباية من الحليب الساخن، هخليهم مع بعض لمدة بتاعة دقيقة عشان الشوفان يتشرب الحليب. وهنا عندي الطواب تحتي، خديتها على النار، هاخد عليها حاجة بسيطة من الزبدة. بعد ما خليت الشوفان بتاعي زي دقيقة واحدة، هاجي أفقع بيضتين وحأضيف ملح، الطوة سخنت شديد، حأضيف فلفل أسود وحأضيف ملح حاجة بسيطة، ممكن أهدي النار بتاعتي وحأضربهم مع بعض. وحأنزل بيهم على الطوة حقتي الساخنة. إذا حسيت إنه الطوة حقتي صغيرة والكمية بتاعة البيض بالشوفان كثيرة، ممكن أعملها عليه دفعتين، أعلي النار. خلاص كده حأستنى عليها براحتها لحد ما تبتدي تستوي من الجهة تحت، وبالراحة حاجي أقلبها عشان تستوي زي طريقة السوى بتاعة البيض العادي. وحتى لو اتقطعت معاك يعني ما في مشكلة، يعني لأنه دايما بنلقى يعني الطواط حقتنا في البيت ما بتكون مساعدة، بتكون بتلصق وكده، فما في مشكلة يعني حتى لو اتقطعت ما حيأثر على الطعم، ما حيأثر عليه حاجة. المهم يعني انت لو قدرتي تطلعيها سليمة طلعيها سليمة عشان تيجي تقطعيها زي البيتزا بكون شكلها حلو. هو زي ما انتم شايفين انا هنا قطعتها، بعد ما طلعتها جيت قطعتها كده مسلسات بالقطعة بتاعت البيتزا ذاتها، وجيت زينتها بشرايح الطماطم. وده كمان الطاجن بتاعنا بتاع الفطيرة الكفتة، وهي طلعت لكم منه قطع عشان تشوفوا شكله بيكون كيف، اللي هو بيشبه خلية النحل لكن هو بيكون محشي كفتة. والعجينة أي عجنة بتاعت فطاير عندك أنت ممكن
تستخدميها. بالنسبة للحلى بتاعنا كان عندنا اللي هو حلى الباونتي، وأنا شرحتها اللي سميناه كاسات الباونتي لأنه فيه طبقة تحت بيضاء أغلبها جوز هند، وفيه طبقة فوق بنية. حتى شايفين لو أنتوا شايفين هنا، هنا الباونتي نفس القصة، طبقة بيضاء مغلفة بالبني وزينوه بالنعناع. طيب دي كانت حلقاتنا لليوم، ودي كانت أطباقنا، وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى أستودعكم الله وأترككم في أمان الله وحفظه، ومع السلامة.